اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من التائبين، اللهم اجعلنا من المنيبين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا أكرم الأكرمين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إلهنا وخالقنا ورازقنا، اجعلنا من أهل الإيمان، اجعلنا من أهل الإيمان. اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا أنت. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلنا نخرج من قبورنا آمنين مطمئنين يا كريم. اللهم احشرنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب ولا عتاب يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم أكرمهم كما أكرمونا، اللهم ارحمهم كما رحمونا. اللهم إلهنا من كان منهم حيا، اللهم أطل عمره في طاعتك، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا واجعلهم إلهنا من الراشدين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلهم يقومون من قبورهم آمنين مطمئنين يا أرحم الراحمين. وبشرنا وبشرهم إلهنا بدخول الجنة يا أرحم الراحمين.